هلا والله حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا وياكم فيديو جديد وتحدي لو خيروك. طلبت مني انه هواي بالتعليقات نسوي لكم لو خيروك، وبناء على رغبتكم ولين ما نقدر نرد لكم طلب راح نسوي لكم حلقه اليوم خاصه بس على التحدي، والتحديات كلش حلوه وقويه وان شاء الله راح تعجبكم. اشتركوا بالقناه وفعل الجرس وحطوا لايك للمقطع. واول تحدي ويانا من امي حياتي. امي حياتي تقول انمار اتحداك تروح لابو المحل تقول له فلوس اعطيني وانا ما عندي فلوس، وخلينا نشوف الغيره العراقيه لو تاكل فستون. طبعا انا ما احب الثوم رغم بيه فوائد صحيه بس ما احبه. راح اختار اول تحدي وتعالوا ويانا خلينا نشوف الغيره العراقيه ونشوف ابو المحل ايش راح يسوي. السلام عليكم حبيبي. السلام ورحمه الله. شلونك؟ زين. طبعا جايك بطلب صغير وانا حبيبي. تفضل. طبعا ضاعت محفظتي بالشارع ووراي كروه وطريق بعيد شويه لاهلي، فاللي اريده منك بس مجرد فلوس وصل بين لاهلي كروه. الف رحمه على والديك. ما تحتاج هذا، والله اللي يطلع من ايدك بس مجرد كروه وصل بها لاهلي واكون لك ممنون. ان شاء الله بس تصير جاي لهاي المنطقه اجيب هنا لك ان شاء الله ارجع لك اياها. انت برهن ذمتي ذي الامانه. يا ابي اشكرك انا. ما يشكر. كيف انه ما يكفي؟ كلش كاف رحم الله والديك. انا اشكرك واشكر غيرتك حبيبي رحم الله والديك. طبعا هذا كانت وياك تجربه اجتماعيه. باع زين هناك؟ باع هناك؟ باع 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 زين زين. شوف ذاك الكاميرا القاتله. هاي تجربه اجتماعيه وحبينا نشوف شاب العراقي وغيرته. والله معروفه علينا. احنا العراقيين اهل الغيره طبعا يعني واهل الاخوه. وهذا الشيء ما يحتاج نوثقه بالكاميرات ونصوره، بس حبينا نسوي مثل ما طلبوا مني من المتابعين وسوينا لهم رضانا لهم. بس احنا غيرة العراقي ما عليها مزايدة، والف الحمد لله والشكر عندنا شباب مثلكم حبيبي. مشكور منك. مشكور. والتحدي جاي من لانا محمد. لانا محمد تقول نرجوسه لو خيروك تمثلين مشهد صغير من عامر من مسلسل واحد زاد واحد او تدقين جرس او باب الجيران والشردين. راح نمثلكم مشهد صغير من مسلسل عامر في واحد زاد واحد. ابو دريد راح تدفع الثمن غالي من ام داني ومن ام دا. والتحدي جاي من مرتضى محمد. مرتضى محمد يقول انمار لو خيروك تضرب واحد بالشارع او تروح لابو الصيدليه تقول له اريد شيبس بطعم الباراسيتول. طبعا هن اثنين حلوات بس راح اسوي اول واحد وراح اضرب له واحد بالشارع واشوف رده فعله. والله يستر وتعالوا انا خليني اشوف التحدي. شدك نواب. ها؟ هذاك هنا هذاك هنا ايش ضربني؟ اضربك اضربك ما الدوله هو شني؟ اي ما توقف هنا ما توقف هنا قهوه شني؟ روح بابا روح اخذ قهوه واموتك موت على كتلك على موتك. الله يسعدك ابو علي. ايش بك؟ ترى موتك وحشتك كتلك ترى موتك. دفع علي ايش دفع؟ لا تضربني اضربك واكسر راسك. ليش ضربتني؟ مو بس اضربك بعد ما توقف هنا. روح بابا روح روح لا تدفع قبل هذا قبل لا تزعل قبل لا تضوج. بس ما رخصتك اعذرنا حبيبي بعد كامله. والتحدي الجاي من نور الهدى. نور الهدى تقول لك نرجوسه لو خيروك تروحين تدقين باب الجيران والشردين او تضربيني راجدي، ايش تختارين؟ عيب على الماضي مال مرايتي. عيب يا وين عيب. حروح ادق باب الجيران. تعالي انا خلينا نشوف المغلب. ما تستحون ما تخجلون ما تقولون عالم تريد تاخذ راحتي صديق جديد. والتحدي اللي بعده من كريستاله. كريستاله تقول انمار لو خيروك تروح الواحد بالشارع وتقول له زوجني اختك، او تروح الواحد بالشارع وتقول له اني احبك واريد اتزوجك. طبعا ذن الامور يخالفن المجتمع وما مسموحات بالمجتمع وما راح اسويهن. راح اسوي لكم مقلب على ذوقي وتعالوا انا خلينا نشوف المقلب. نرجس صديق كذي مو عيب تحششين على عمو؟ يعني مو زلمه كبيره شلون تحششين عليه؟ مو عيب؟ والله يابا زحمه يعني، يعني بنيدا زياد صغيره جابت ربع ساعه اعطيني دجاج. عذرنا عذرنا يا سالم سالم زحمه سالم متبرى منها عذرنا. لا زحمه. شهادت منك يا شهادت؟ اول ما جتني تريد حبوب راس نو تريد صمون. زين انا قلت لك روح جيب حبوب وجا راس. بلا ملاعيب نو سيارات. هذه طلبات طلبتيها. شو تقول لي؟ تقول لي كرشه وقميصك المربعات زحمه. مو عيب شلون سالش؟ دي شو صديق قميصه مربعات؟ هسه يلا هسه لا سبت له
أذمني حبيبي أذمني. زين هي هسه طلبات اللي طالبتني مني أدي ماكو هاي شو؟ ما عندي. أدي بس دجاج. شو تطلبين هيك طلبات؟ حبيبي أذمني ترى ما تفتي صغيرة بعد. صدق كذب يعني ما أدري ما أدري يعني. نرجوسه دوامش انفشلتني قدام الناس يعني ما أعرف شو أسوي حتى خجلتيني قدام الناس. أنا طبعا ما دازع على طلبات طلبتها كلها بس دزيتها على حمص بطحينة. عندك حمص بطحينة؟ ها هنا وجه تشملها بالحمص بطحينة. ما عاد شي غلط. لا شو تقول له ما دازع على طلبات تريد حمص بطحينة يعني؟ لا بعد راح افتح لك مطعم هنا تعال اكل يا ابو غير حمص بطحينة يعني. غير حمص ما عاد يقول ما عاد يعني شني. لا مو تجيك حلو وعميت تجو شمر يعني. لا مو شمر شو تحشش وانت تحشش يعني. ما تحشش بس انت تعال ما والله. لا بس سؤال سؤال عشان شاله يا نقابل شو اسمه؟ لا انا قاطع رزقك تلقاك انت غالي وما حد يشتري منك. لا مو غالي بعد روحي انت جاي تحشون عليه. لا هاي مثال تحشش لو وجه الابو تشملها شو تصير؟ هسه انت مال قميصك صدق مربعات وين اكو شايب يلبس مربعات ولا شيء؟ هذا احسن من قميص صدق كذب. انت لو جاي تحشش علي لو جاي تاخذ بنتك وتروح. لا بالعكس ما جبت دجاجه بربع انت. طيب ربع ساعة عملة ما بيش. ايه انت عجال حش علي؟ لا ما عجش عليك بالعكس غير عملة ما بيش ياسد. اقول لك على باب الله لو تدور مطاط لايب ومصايب. اول شيء على باب الله ومسال متواضع. متواضع شو اذا اسلوبه كيف شلون متواضع؟ لا مو اسلوبه يا لا بنتك شي عاد قلبه من المسا عليها سنة وجدت تشملتها تقول لي حمص بطحينة ما بيش عملة عملة قالت لك طيني دجاجة بربع طيه على السلطانة كل أطفال يبيع دجاجة بربع. اسمع لنا شوف يا بي عملة ما بيع. شو يقول ما بيع بعد لا ما بيع عم توكل بالله ما تبيعك اوكي غصبة ما عليك تبيعني لك اخذ بيتك وروح له. لا يلا يلا ايش بيك ايش بيك غير عملة هي؟ لا حبيب لا عملة ولا شو جاي تحش علي انت وبنتك؟ ليش تلزم منه؟ انت ليش هاك يكمل ليش تلزم؟ مخبل مخبل اي مخبل اي يعني لا بيعك مو مخبل صاحي. لا لا مخبل انت شو تلزم منه؟ خلف الله عليك شو تلزم؟ مو انت ضوجت انت وبنتك يعني كل ساعة حط لكم شغل علي ساعة لا ما يصير تلزم عيب يعني اذا عيب اول شيء عم اقول اسوي واقع عشاير وقومك. انا اسف واعتذر. شوف لحيته مشيبه صاير ابيضه. اسمع يلا هاي من صدق شنو يعني قبل كذب يعني انت غرست لحيتك المشيبه؟ هاي من نظيم القهر من نظيم القهر مال هاي نفس المثال اللي بني هاي صادك ايش عرضه وينك وين القهر؟ اللهم يا صبرك يا رب حسبيبا وصبح انا ربي. انت شنو ما عاجبك شنو؟ لا ما عاجبيني خذ بنتك وروح يلا. وما اروح شو تسوي؟ استغفر الله شو تسوي والله مره اي مره شو تسوي يلا واقفين ما ادري يعني شنو شارع الدوله واقفين بيه شارع الدوله زين سجل المشروع شكل لك الان شارع الدوله واقف بيه هذا اي واقف بيه هاي شنو يلا بعد اخوك خذ بنتك وروح. لا تسلش امر لا شمر ارجل يا عم اعتذر اسف يلا خذ بنتك مره انت بدك تحش عليهم تكمل انت روح لا لا خلينا نحش عليهم حشون علي خلف الله عليك هو مو صوج صوج شوفوش من جابك وجهي او جاي يشتكي عندنا وقام يحشش بس بيها خبر انا خلف الله عليك شو هذا خلقك طويل حبيبي باع علي شو بديك شنو بديك بديك بس باع هي شنو بس باع 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 تعال على اللوي طبعا هذا مقلب سوينا راح نشرح على اليوتيوب تقدرنا حبيبي ونشكر طبعا على اليوتيوب انت لا والله نشكر اخلاقك الحلوه والله العظيمه. والتحدي اللي بعده من كريستال ايضا كريستال تقول لك نرجوسه لو خيروك سالفينا سر على المار لو تحكي لنا موقف محرج صار بالمار. طبعا الله يستر نرجوسه شو راح تحكي السر على المار ترى المار عصبي كلش ولا حد يبع علي بالكاميرا هو يضحك ما يتحمل ما يتحمل ما يتحمل طبعا صدق انا ما اتحمل وعصبي بس قدام الكاميرا يشوفوني شكل وورا الكاميرا شكل ثاني. والتحدي جاي من ملكة كوريا. ملكة كوريا تقول انمار لو خيروك تخابر ابوك وتقول له تحارشت بوحده واشتكت علي او تاكل ثوم. طبعا انا مثل ما ذكرت ما احب الثوم راح اسوي لكم التحدي الاول مال تحارشت بوحده وخلينا نشوف ردة فعل ابوي ايش راح يسوي والله يستر تعال يلا. طبعا راح اسوي التحدي بوالدي طبعا انا خايف من ردة فعله كلش والله يستر وخلينا نشوف والدي شنو راح يسوي من يعرف انا تحارشت بوحده. شو تقولين شو راح اسوي؟ انا لتحميل هذه النغمة اضغط على نجمة مرتين ب500 دينار. الو الله يساعدك يا ابي. انا يا ابو الله يساعدك. شلونك زين؟ الله يسلمك حبيبي. يا ابي اليوم عندي موضوع وياك طبعا بس خايف احكي لك بس يعني هي صارت بعد بلوى وصارت بعد يا سكار شيخو
يابا اليوم قاعد امشي بالشارع تحرشت بوحدي وراحت اشتكت علي وسويت هوسه وخايف لا يجون اهلها طبعا وكلش خايف متردد من هذا الشيء وحبيت اقول لك لانه مود لا تقول ما قال لي صديق انت تحكي يابا شو اسوي بعد صارت يعني شو اسوي يعني شبيده انا هي بس صارت مو عيب مو زحمه شنقول للناس شلون تحرشت بيها يا هي صارت بعد زلت لسان وصارت يعني شو سوى انا شيء المهم قلت لك بعد انا اريدك بعد تبلغ عمامنا واخاف كل شيء يصير شو نقول للناس يا عمام اللي نبلغهم شو نقول للناس مو عيب ادري بابا عيب هي بس هي شو تسوي بعد يعني انا بعد تصرف التصرف طائش وهاي جاي تحمل نتيجته خاف انت ناصب علي ولا لا لا شنو ناصب عليك شو يا بيها نصب هاي السالفه يا ابويا شو نسوي يا ابويا هاي الفضيحه ما تخلص يا طبعا يعني شو تسوي يعني بعد صارت انا لا اريده منك يعني شوف شلون السد لي اياها لان صعبه هي السالفه كلها صعبه يا ابويا شي سكه بتقول لي شي عادي روح روح لاهلها قول لهم يابا ما يدري بي هيك يعني بالغلط صارت يعني الشغله انت شوف شلون السدها بعد انتم الكبار الكبار تعرفونها يعني ما تستحي ولك مو عيب فضحتنا قدام الوادم قال عمرنا ندنق روسنا للناس نقول لهم اعذرونا ايش نقول لهم يابا انا اريدك تعذرني لان هذا مقلب نعلى عن الشرف هاي بعد حتى لا تخاف مني سداب بوشي والتحدي الجاي من وردة الموصل وردة الموصل نرجوسها تتحداك تقول لك لو ترحين جيرانكم تقول لهم طلعوا من بيتكم لو صعدين على السيارة ايش راح تختارين اصعد على السيارة تعالوا انا خلينا نشوف نرجوسها ايش راح تسوي جاي من مهند المحبوب مهند المحبوب يقول لك نرجوسة لو تطلعين بالشارع صحي على المخبلة لو تروحين لابو الفلافل تقولي له اشتري لي ملابس للعيد راح اروح لابو الفلافل اقول له اشتري لي ملابس للعيد تعالوا يعني خلينا نشوف نرجوسة ايش راح تقول لابو الفلافل عمو عندك ملابس مال عيد تطيد هذا مقصاص يلا طلع برا بعد ما ذبح المال ملابس ما عيد ما ذبح حبيبتي اطيني طلع برا ليش اطيني كيف طلع برا ما هو فاضي يا حبيبي يا رب والتحدي جاي من حنين النرجوسة نرجوسة حنين تقول لك لو خيرات تروحين لابو المخضر تقول لي اريد حفاضات مال اطفال لو تاكلين لحم ني بدمه ايش تختاري راح اروح لابو الحفاضات لحم ني ودمع تعالي انا خلينا نشوف نرجس ايش راح اسوي عمو عندك حفاضات مال جهال لا حبيبتي مو عندي حفاضات مال جهال هاي بسطيه مالت مخضر انت شكلك ما واحد يبي حفاضات مال جهال ليش كل ما واحد ما يبي حفاضات شيل ابي بيت نجي على راسك يلا والتحدي جاي من اكزافي اكزافي يقول انمار سوي تجربه بنرجوسه خلي حلويات قدامها وشغل الكاميرا واطلع من يمها وشوف تسمع الكلام لو لا قل لها لا تاكلين حلويات طبعا انا راح اسوي بها تجربه هي دزيتها راح اجيب مي وتجي راح من ترجع اسوي بها تجربه وخلي الحلويات قدامها واطلع من يمها واقول لها نرجوسه لا تاكلين حد ما ارجع وخلي نشوف نرجوسه تسمع الكلام او لا ومثل ما تشوفون هاي الحلويات راح اخليها قدام نرجوسه وراح اختبر نرجوسه اشوفها تسمع الكلام لو لا وخلي ننتظر نرجوسه راح تجي ونشوف رده فعلها ايش راح تسوي عافية نرجوسة الغالية تعال حبيبتي هاي الحلويات خليها هنا ها هسه شوي وجيش مو تاكليهن شوي وجيش اوكي ما اتحمل بعد اريد افترسهن اذا افترسهن انت نحبي اذا افترس شوية الحاس اكل شي عصير نستله جايب هلا هلا بالخميس شفتي لحبين حفترس هسه هي
كثير. ما تحملتي لبس جدنية؟ أريد أتوسل. طبعا ضعيفة أمام الحلويات، وحياتي عبارة عن حلويات وكل شيء متاكل. فأتمنى تنصحونها بالتعليقات، وأنا راح أقرأ لها. طبعا هي ما تفتقر، راح أقرأ لها تعليقات وتقولوا لها نرجوسها كافي حلويات، لأن حياتها عبارة عن حلويات، وحتى سنونها حتى سنونها كلها تفلشت من ورا الحلويات. وطبعا عرفتك ما راح تحملين، أنا جالس أصنط عليك من ورا الباب وسمعتك قلت راح أفترسن، وهاي السوالف مالتك ما تمشي علي، ماشي؟ وفشلتي بالتجربة. تعالي وانا خلينا نشوف التحدي اللي بعده. والتحدي الاخير من ام مازه. ام مازه نرجوسه تقول ليش لو تاكلين فلفل وبيض، لو تروحين لو بالتيك توك توقفينه وتقولي له تروح للمول، يقول لك اي، تقولي له هنيا لك انت تروح وانا ما اروح. راح اروح لو بالتيك توك. تعالي وانا خلينا نشوف نرجس ايش راح تسويه بالتيك توك. تروح تلعب مال حبيبية؟ يا عمو ما يخالف. قابلني انا قلت تروح وين ما اروح قاعدة بالبيت وضايجي. تضحكين علي؟ اي اضحك عليك. ولهنا حبايبي وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى تكون عجبتكم التحديات اللي سويناها لكم، وان شاء الله نوعدكم بالمزيد. اشتركوا بالقناة ولا تنسون اللايك للمقطع. باي باي.